نروح على الرياضة العالمية المونديال، وخصيصا لهذه الفقرة راح نتحدث عن منتخب المكسيك. مرشد ببر، صباح صباح الخير. الخير. صباح الخير مرشد. أهلا وسهلا فيك بشار. السيد أحمد من روسيا، دوبرا أوترا. دوبرا أوترا، صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير راح بشار. صباح بشار راح نحكي عن صباح الخير. أهلا فيك، راح نتحدث عن المنتخب المكسيكي. يعني هذيك المرة كان في زي مناظرة معينة، مرشد بحب منتخب، أنت ما بتحب هذا المنتخب. اليوم بنقدر نشوف هذا الشيء في هاي الحلقة. المكسيك بشار، بس حكيت له منتخب المكسيك شو عمل؟ بعت لي قلوب حب. مبسوط انه يعني بحب اليوم كثير ودي هذا المنتخب. انا اليوم الفقرة متوقعش ودي وبسهر الليالي عشان يحضر المنتخب، ولا شو بشار؟ والله صحيح، انا حتى المباريات الودية يعني 5 الصبح بسهر مشان احضر هاي المباريات. بس شو سر هذا الحب لمنتخب المكسيك؟ والله هو اول شيء نابع عن احترام كبير للشغل اللي عم يعمله الاتحاد المكسيكي على مستوى كل الفئات العمرية، من اشبال وناشئين وشباب ورجال وأولمبي. يعني دولة عندها 70 لاعب مرشح ليكون ضمن تشكيلة كأس العالم، ما فيك إلا تحترمها. الشغل اللي عم يعملوه كبير عبر وسائل الإعلام وبالملعب. دولة ما لها أمريكية جنوبية ولا أوروبية، لكن عندها تاريخ كروي مشرف جدا. يعني واحد بده يحترمها إجباري، خصوصا إذا ببلش بتابعهم مضبوط بيتفاجأ باللي عم يعملوه. يعني حتى في قسم كبير من المنتخبات الأوروبية ما عم تعمل هيك شيء. عفافه دولة، خلينا أول شيء نعرف عن منتخب المكسيك. يعني إيه هيك منتخب زي ما قال مبشر مركز امريكا، اتحاد الكونكاكاف. هذا المنتخب او هاي الدول استضافت كاس العالم مرتين، 1970 1986. في المرتين المكسيك اشترك كدوله مضيفه، وفي هاي المرتين عمل احسن انجاز وهو انه وصل لربع النهائي. منتخب المكسيك وصل 16 مره لنهائي كاس العالم. في عنده انجاز اللي عمله بس هو والمانيا والبرازيل من سنة 1994. جاي احكي لك المكسيك تتأهل لنهائيات كأس العالم 6 مرات متتالية. هذا انجاز اللي 3 فرق عملوه. فاز بكأس القارات سنة 1999. في الأولمبياد 2012 فاز في الميدالية الذهبية. فمنتخب رغم انه اللاعبين اللي عنده يعني ممكن نحكي مش لاعبين الصف الأول، بس لاعبين كثير مميزين، كثير عندهم مهارات. تكتيك في تكتيك في لعبهم كثير حلو، عشان هيك يمكن بشار بحبهم. شو يا بشار؟ مثل ما عم يحكي يعني مرشد، المنتخب المكسيكي الانجازات اللي عنده كبيره. نحن بنعرف مثلا بامريكا الجنوبيه في عندهم بطوله كوبا امريكا. هاي البطوله يعني هي الاقوى بالعالم بحكم انه المنتخبات فيها كلها قويه. بالزبط. على مستوى المنتخبات طبعا، انا عم بحكي بعد كاس العالم على المستوى القاري. المنتخب المكسيكي ضيف دائم بهي البطوله من سنه 1993، وصل للنهائي مرتين ب93 وبال2001. مثل ما قال مرشد، هو ما بيخرج من الدور الاول من مشاركته بعام 1994. وحتى يعني هو تأهل 16 مرة، فغاب 5 مرات فقط من أصل 21 بطولة بكأس العالم، منهم بطولة 90 لأنه كان في استبعاد للمكسيك بسبب الإيقاف بسبب تزوير بالأعمار. فيعني هن ما عم يخرجوا أبدا من الدور الأول، ورغم أنه عم يجوا بمجموعات صعبة. هلأ بالمونديال الحالي هن جايين بمجموعة يعني فينا نقول عنها مجموعة قوية، بوجود ألمانيا بطلة العالم، فريق السويد العنيد اللي أخرج إيطاليا من التصفيات، كوريا الجنوبية من أفضل الفرق بآسيا. وما هيك أنا أتصور أن المنتخب المكسيكي أكيد رح يتجاوز الدور الأول كمان هالمرة. بشار، إذا حكينا عن اللاعبين في المنتخب المكسيكي، من هم اللاعبين المميزين في هذا المنتخب؟ يعني نشوف المنتخب المكسيكي عنده بكل خط لاعب مميز، لاعب مميز على مستوى كبير كثير. عنده الأخطبوط غييرمو أوتشوا، كلياتنا بنتذكره من كأس العالم الماضية بحراسة المرمى. في عنده هلا الظهير الايمن لنادي اشبيليا الاسباني ميغيل ليون، اللي جاب 2 بالمباراه الوديه الاخيره على ايسلندا يلي انتهت بفوز المكسيك 3-0. بخط الوسط عنده المخضرم اندريس جواردادو كابتن المنتخب، لاعب انيق جدا وجناح عصري. وفي عنده المهاجم تشيتشاريتو اللي كلنا بنعرفه بمشاركته السابقه مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، حاليا هو بويست هام. بتخيل المنتخب يعني منتخب مثل ما قلت انا بالاول، ما هو امريكي جنوبي ولا اوروبي لكن فعلا يحترم. اوكي. فانت من المجموعه تاعت المجموعه السادسه، انت بترشح المكسيك انه يتاهل للدور الثاني على حساب السويد وكوريا الجنوبيه؟ انا بتصور المكسيك يعني المنتخب الالماني هو راح يصدر المجموعه، بتصور المكسيك راح يكون بالمركز الثاني. تعال ما نمرر اللي ذكره بشار مر الكرام. لا بجد على لحظه شوي صغير نستجمع قوانا.
على قضية التزوير الأعمار، هذا بيتم بشكل شائع ولا تحديدا هذا الفريق وين تتم؟ شوية تفاصيل بيناتكم يعني. هو شائع بكثير دول، خاصة دول إفريقيا، هو شائع خاصة دول إفريقيا. التحقيقات ما عم تنفتح غير مع الدول الأجنبية، بالمنطقة العربية ما سمعنا عن فتح تحقيقات لأنه يبدو الأمور عم تنعمل باحترافية. بشار، إذا حكينا عن تزوير الأجيال في دول أفريقيا، في هناك ظاهرة غريبة يعني لتزوير أجيال، إذا حكينا عن نيجيريا، إذا حكينا عن عدة دول أفريقية، فهناك في هذه الظاهرة. للتوضيح، بصغروا أنفسهم. بصغروا أنفسهم بالضبط. نعم. بصغروا أنفسهم. بشار تفضل. المشكلة إنه من قبل ما كان موجود أجهزة حديثة لتعمل اختبارات طبية تكشف العمر الحقيقي للاعب أو اللاعبة. حاليا هذا الموضوع ما عاد مقبول، يعني ما عاد في مجال انه المنتخبات تزور. يمكن هلا صاروا يزوروا بشهور، يعني بسنه ماكسيموم، بس مو اكثر من هيك. يعني من قبل كنا نشوف مثلا على مستوى الناشئين واحد شواربه بكتفه جمال. حاليا ما عاد في هيك شيء. يعني بتصور بافريقيا فعلا هي الظاهره كانت منتشره بشكل مرعب على مستوى صحيح. عدد كبير من الدول، مثل ما ذكر مرشد انه نيجيريا شهدت هي الظاهره، وهي دوله متقدمه اساسا كرويا على مستوى القاره السمراء. بس بتصور حاليا بعد وجود الأجهزة الحديثة الطبية اللي قادرة تحدد الأعمار اللاعبين بوجود اختبارات عشوائية بأي وقت من أوقات البطولة، قادرة على ردع هاي الاتحادات أنه تزور اللاعبين. إيه، عفاف ودوريت بشار كان في لعبة البرازيل، وكان في صور له مع ويلان، وهو رايح هسه على لعبة فرنسا. صحيح بشار؟ والله أنا يعني حابب اتقاسم معكم الاجواء اللي عشتها، لانه انا اول مره بحضر المنتخب البرازيلي بالملعب. اول شيء منتخب برازيلي اظهر احترافيه مو طبيعيه على مستوى التنظيم. يعني 4 ايام تواجدوا بالعاصمه موسكو، 4 مؤتمرات صحفيه. ما في والله انه يجي اللاعب بس يوقف قدام الكاميرات، لا، قاعه كامله، عدد كبير من الصحفيين، اجى معهم حوالي 100 صحفي من البرازيل. تخيلوا، يعني في يوم من الايام انا هذا اللي عم يحكي مرشد انه اخذ فيه صوره مع ويليام، بهذا اليوم انسال حوالي 50 سؤال للاعبين ويليام وكوتينيو، كله بالبرتغالي الا انا بالروسي. كنت مظلوم. واو. نعم. المره المقبله راح معهم عدد كبير. نعم، كمل تفضل. جاي معهم عدد كبير من الصحفيين. حتى في شغله لاحظناها كثير كثير مهمه، انه بالملعب التدريبي الصغير، يعني ما كانوا عم يتمرنوا على الملعب الكبير، لكن الدعايات البرازيليه محيطه بالكامل بهذا الملعب حتى التدريب الصغير، بحيث اي كاميرا بتلقط اي صوره او اي فيديو تكون هاي الدعايات موجوده. فهن فعلا مميزين جدا من الناحيه الدعائيه والتنظيميه، غير انه هن البرازيل بالنهايه وفازوا 3-0 بالملعب. يا بلشين حاز بشار. بشار سباسيفا بل شويه تحكي لغات تجاوز تفاجئ. ايه داس فيدانيا باكا داس فيدانيا شو يا مرشد؟ بعد اللي حكيته في شيء حكي انه لا، لازم يصوروا لنا من البرازيل المره الجايه. صحيح. احنا بنتامل انه احنا نحصل على صور معينه، عم نرتب امور معينه، فاحنا راح نحصل على صور من فريق كبير. مفاجات راح تكون مفاجات ان شاء الله. ثانك يو مرشد، كل واحد وثقافته. شو انت من تينيسي لغات اليوم. شكرا لكم. شكرا زميل مرشد. شكرا لكم. شكرا لك مرشد، والف شكر كمان لبشار السيد احمد.